السلام عليكم، معكم خالد غزالي، ناشر سابقا وقيد صحفيين ومصورين فنيين. اللي تنقولوا بان هذا المعرض الكتاب الدولي دوار 27 اللي طلعت الرباط باش تكون العرس ديالها و كعاصمة ثقافية وعاصمة إفريقية، نجاح كبير جد جدا، تنظيمات كبيرة يعني في المستوى العالمي، الحضور قوي بالنسبة لجميع الوسائل التواصل أو وسائل اللوجستيكية داروها الوزارة بالنسبة للجمهور أو بالنسبة للناشرين اللي تيجيو على حسب بالنسبة للقطار. كاين هناك حافلة تتنقل الزوار للمعرض مجانا، وهناك كذلك 30% بالنسبة للجمهور باش اللي عنده تيكيتا وغادي يرجع بحالته لكازا او شي مدينه اخرى عنده 30% من الخصومات ديال التذكره. يعني تنشوفوا بان كاين اقبال، ونتمنوا على الله ان تكون واحد المزاوجه ما بين الدار البيضاء والرباط. لماذا لا تقدر يكون معرض دولي في كازا ومعرض دولي في الرباط؟ وشكرا. جاني زبير الصراحة، فيه بزاف ديال فيه زعما تقريبا جميع اللغات، يعني الكتبة فيهم جميع اللغات اللي في المستوى، الكتبة في المستوى، ويعني والكتاب تبارك الله عليهم كلهم ما شاء الله. اون فيت المعرض يكون في الرباط حسن العاصمة والكابيتال دو ماروك وداك الشيء أحسن من كازابلانكا، وحيت كازابلانكا عامرة وداك الشيء اللهم والاقتضاد اللهم في الرباط حسن. كان المعرض جيدا وجميلا، وكان يوجد كتب جميلة ومناسبة. كان المعرض جميلا والتقينا مع الأصدقاء والأحباء. جينا المعرض الكتاب شي حاجة زوينة، كتعاون الأطفال باش يختاروا كتب باش يعاونوا في القراية ديالهم، وشي ألعاب وهذاك الشيء باش يدوزوا الوقت ديالهم.